عالم العشاء. ايوه الحين حمينا، عطني علومكم يا حبيبي، وش الجديد؟ وش الاخبار؟ وش علومكم؟ بشرونا عنكم وكيف حياتكم؟ اما الزوم قريب مره. طيب بعد الكام شوي الوجه الزين هذا تبون الكاميرا تبعد عنه؟ حرام عليكم. اشتقت لك صراحه انت متسابق. الله يسلمك الله يسلمك. يا فرقه. اي والله يا فرقه. انا يا فرقه ولا بدا عندكم اشتا؟ والله العظيم من عندنا ما ادري شلون اوصف لكم صراحه، والله ما ادري شلون اوصف لكم. احبه مره. بنيتنا بنيتنا يا جماعه الخير. يا مرحبا يا عباس، كيف فكرت في الاسم؟ والله الاسم انتم عارفين ان فنتس ماشيين في الأسامي تكون في نفس المجال يعني، فنمبر رقم وهو الأول يعني، ورقم واحد وهو رقم واحد. شوف بقولكم شيء، أنا من الناس اللي أعشق العطور الباردة، ما أخفيكم أعشق العطور الباردة، فخط فنتس كله عطور بارد يعني، ما هي من العطور المزعجة، فلازم اني خلاص اعرف وش اللي يحتاجونه الناس وش اللي يبونه. فالحمد لله انا متأكد ان الجميع بيعجبه هالعطر، الجميع. والله قسم ردة العطر كان عندنا عشاء وقتها، فأرش للموجودين وشوف ردة فعلهم. ما قلنا العطر لي طبعا، ليش؟ لأن الشكل غريب فهمتوا، فأجي ودخل داخل وقلت تفقدون الأمور كيف العطر، فطايرين فيه بشكل ما تتوقعونه، طايرين في العطر بشكل ما تتوقعونه أبدا، والله العظيم يا جماعة الخير. بشارك المعرض قريب إن شاء الله بإذن الله في منوشات للرياض، طبعا الرياض بإذن الله. رجع رجع الرياض بإذن الله، الرياض بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. تسمعون الصوت؟ بسوي ذيب ترى كلب ما هو ترى
سوالف نواجس مدري شني. والله اداره الانجليش اني لازم اخذها يا اخي، فيه والله شرحه حلو، قسم بالله شرحه حلو وينفهم بسرعه، بس مشكلتي ما مفروض اني اخذ كورس عندها صراحه، يعني مده الدوره 5 دقائق وترسل لك المقطع، والله هي تستاهل كل خير وشرحها واضح جدا وقد اعلنت عنها كم مره. والله يا جماعة الخير المصيبة ما بينا، المصيبة أن القيمة اللي تدفعها بسيطة، يعني ما هي مهورة، إدالي أدري في ناس يقول يا أخي أشف أنت إذا تعمقت في الإنجليش، إذا أنت عرفت أساسيات وجاك الشغف هنا أوكي تقول بسم الله أنا أبدأ في مرحلة ثانية، تقول أبدأ في مرحلة ثانية، بس هي ممارسة. أنا الحين عندي ميزة ما أخفيكم، ميزة أني أفهم، يعني إذا تكلم معي إنجليش أنا فهمت وش يبي بس ما أدري شو يقول، والله العظيم أني أفهم وش يبي بس ما أفهم وش يقول. لا صدق ترى انجليزي، والله الانجليزي يا جماعه الخير تفهم، ويفتح الباب ويولد. عرفت هو النومة اللي يوم تقوم يا الله يوم تقوم ثم تمسدح على جنبك ثم تقوم ثم تمسدح وانت واقف، قوة التعب قوة صور اللي هو شو اسمه بعض الصور انا جي خلاص لهنيا ما أبلع شيء ما أبلع شيء، وأنا أصور أو صورت مقاطع أنزل الصور وأرجع أسود شبه لهم شيء
أنا من الناس اللي تعشق اللون الأسود. اللبس هذا الأسود شون الهواء البث اليوم فيها دواء. الظاهر أنا أتوقع أنه من البلية شو اسمه الفروة. حس إنها مربطتني. علي الحرام حس إنها مربطتني. لأن الوقت غلط. وش اللي وقت غلط؟ وش اللي وقت غلط؟ كلام فاضي. محمد صار الخيمة، الخيمة موجودة. الخيمة موجودة. بس العيال بنينها مدري كيف جيب. يا أخي عبد الله سرهيد. عبد الله سرهيد يا جماعة الخير. أنا بيج فانز لك يا عبد الله ابن عمي. أقسم بالله يا جماعة الخير القصيدة اللي قاعد يقوله شيء استثنائي. يكفي إنه شاعر وشيباني. والله العظيم يا جماعة الخير أنا كذا داخل كذا شوي لقيته يقول شش ركز على القصيدة هذه. يالله يقول جابك الله. جابك الله يا نديم السحايب والنبات. جابك الله يا نديم السحايب والنبات والنسيم اللي داعب كلام منك مشيت. طيب شو ترينا ما ادري شو اجيكم. اثرني لا صحيت
أقول ما أدري وش لقيت، أقول ما أدري وش لقيت، أريكم الله أكبر. بس والله أنا اسمه حسابي الخاص من فيه النقطة تجيب النقطة، النقطة تجيب النقطة، النقطة تجيب النقطة يا الربع، هي اللي بتجيب السوالف. أني ما حضرت يا حباني، والله ما حضرت، معليش. النقطة تجيب النقطة. النقطة تجيب النقطة. لا حطيت حسابي العادي. هذا ما هو فيها الخاص. اليوم حقت سوالف، ودك تسولف. بس ما الذيب اللي بيخلينا نبحر في السوالف. واضح ما لكم نفس اليوم بعد. تشتري بي سي؟ والله اني ابي البي سي يا ربع، والله اني ابيه الصدق، اقسم بالله. فله مايك تخذلت عليهم صح، تحس السوالف صح، تحس ودك تسولف. والله العظيم قسم بالله. تقول لي بلا قهوة؟ أسألك شكلي بلا قهوة. بندر بندر تقهوة. هلا بك حبيبي، هلا بك، ترى الود ما يبغي يدوبك. اي والله يا ربع، اي والله يا حباني، اي والله، اي والله. وجود العين يا شيد، اشوف بروح انا صح. لا طيب طيب السؤال يقول: في سفرة جديدة والله يا ربع، شوفوا الصدق ما أخفيكم، أنا أحتاج سفرة. سفرة سفرة سفرة
برا، بس ما ادري متى الاوقات، والله ما ادري متى الاوقات اللي الواحد يقدر يسافر فيها. لا للدير اللي في طرفها، اقسم بالله اني ابيها بالهيبه. دقيقه، سالفه اليوم العالم اليوم طايش، وش السالفه؟ كل الناس اليوم وين قلوبهم؟ ما لقيت غير التلخذ سلمان. مناحي وين مناحي؟ يلا اخوه معه، اخوه السبير ذاك معه طويل، عرفتوه؟ وينهم يا اخي؟ فيلم قديم اخوان اثنين امريكان كانوا صدق كوميديين مرة، واحد دب طويل واحد قصير. ما لقيتهم اتب، حنا ما نفتكتك اتب، ما يمدي يرسل. وين راح؟ خبرتكم يا لقيتهم بس مو عندي في الاصدقاء. خلنا ناخذ معهم سوالف. حد ندير طيب المهم يا الربع، بوه سالفة هذه ياها أطوال الأمار سمعتها وحبيت أقولها لكم بكل ما أتيت من قوة. ألا بنشدكم يا الربع، والله أني صادق قبل السالفة، دوري مش حرقها. ألا بنشدكم قبل السالفة تخبرون أحد يعني عنده قصة صارت له، قصة صارت المفروض أنها يعني يسمعها الكثير. قصة الواحد يبتسمنها، ودي يا أخي يجي يسمع واحد يقص لي قصة يعني حق تبتسم، يعني مو واقف صارت له، قسم بالله الربع تخبرون، أحد يخبر أحد. لا أبي واحد صارت له القصة صحيح، أبي الشخص نفسه. يعني وش بستفيد؟ ما عليكم بعدين أعلمكم. واحد كاتب يخوف هدوءك اليوم، ليه؟ أنا قبل مجنون وش سلفتي ولا مهبول؟ ترى الإنسان كل ما يكبر في العمر يكون أهدى. أنا يا جماعة الخير خلاص صار أبا عقل يا أخي، بكرة بثلكم وأنا منزدح. سايكو اذكر علمتوني انا، بس وش يعني سايكو؟ والله اني اذكركم علمتوني انا سايكو. وش مجنون؟
طيب يا ورا ما تقولين مجنون يعني بترتاحين، وش هو لكلمة سايكو هذه؟ يعني ليش تتغيرون الكلام انتم؟ بكرة اللي هو اليوم عندي عشاء مع الشي عماني، أول مرة يدخلون الاستراحة اللي هم عمي عبد الله عمي بيت. طبعا أبوي قد جاء، عمي سرحان قد جاء، ف قاعد تفقد الأمور. أقول يا بندر يا بندر تفقد الأمور، عمي عبد الله تراه يروح ويدخل الغرف يفتش، يحب يدخل الغرف ويحب يتفقد ويشوف. فقلت محولي الأمور متواجدة بالصراحة، نظف الدروب كل أبوها ما أنا بسبب واحد. يعني الشباب والله يهديهم أخوياي أمورهم مصلح. فقاعد أعلم بندور يا بندور بندور بندور، تعال بندر بسرعة بسرعة. أوك تعال تعال. أربع شروط صامت الليلة عندنا عشاء. أيوة جميع شيء. أيوة مش زين، ما هو بزين حقت العيال، تخبره هو شيء وش هي اللي ما هو بزين؟ ايه للعيال، عمي عبد الله ولا عمي عبيد ولا ابوي ولا ابوي ديمقراطي صح، بس اتكلم عن عمي عبد الله. طيب اخف ما انا بتهمه علينا اليوم باي طرق من الطرق. تم وين بتزبن؟ وين تبغى بس علمني شلون وين تبي تزبن الامور؟ جيراننا عند الاستراحة الثانية. أبشر. تم. تم. الحاجة الثانية. أيوة. لا تضحك. لا تعطيهم. خلك رسمي. رسمي. أعطاك كلمة. أيوة. قل سمعني وطاع. ليش؟ أيوة. يدور حرش هو. أيوة. يدور مشكلة، فهمت؟ أيوة. إيه. أقشق على الخشم. خلاص. أحرجه. تم. الثوب. أيوة. العصبة. طيب. الترحيب. أيوة. عشان يقول. عمي عبد الله ابن اخي هذا رجال. ابشر اللي قلته كله بفعله. الاخيره طب العشاء يا بندر عشان ابى مارعة. خلاص نبى المارعة يعني ما عنده مشكله عادي. ها انت موجود هون يعني اللي تبغاه ما عليه ما مشكله طلب. وش تبون بعد بندر؟ فيه اشياء تحس لازم نخبيها؟ لا 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 هذا رسمي يعني ما الامور زينه. اي الامور زينه اكيد. اي لا اكيد. ها وصلت اللي يقول البخور يا بندر، موجود بخور. أوه. بخور ودله. ابشر عطنا البيت اللي تقول. ايش يقول راكب اللي قيمه ترفعه في الملوك؟ دور وخلي تركب في بيته شاعر يعني. بخور حق من؟ العود. العود مارعة؟ من اللي ما يعرف المارعة؟ بالله من اللي ما يعرف المارعة؟ هذه أكلة استثنائية، أكلة استثنائية يا جماعة الخير. دالله قسم بالله لو تدق علي مرة ثانية بطيب لك يا ورع يا وصخ. وش تبع؟ ندق علاش؟
صوت راح الله يحسبي عليك. عبود 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 تسمعوني جماعة خير؟ ها ها عبود انت شتبي؟ وشبي انا طافي بنزين عند على طريق مكة يا ولد. يمديك تجيني؟ ما يمدي يا عبود. شو اللي يجيك؟ انا اتابع بثك تعطي نظرات يا ولد. تعال يا ولد ولا شبني حل الرجال ما حد يرد. ادخل قست وريني كم بنشر يا اخي. ادخل قست وريكم وانا مبنشر؟ ايه. ها يلا دقيقة ما انت مصدق حتى يا ولد. يلا يلا. هذا خوي يعرف تذوب يا الربع. قال لكم اليوم البث اليوم منا لله رجعوا اليوم اليوم عارف سبحان الله نعرف البث اللي صار ضدي. خطير اسمعوني ايش كنا نسولف فيه. والله صدق يا الربع ايش اسمه والله البتجي استانسنا وما كان مخطط له البث ترى بس يوم شفتكم تبغون البث قلت على خشمي بشير والله بساعدكم صدق يعني. خلنا ندخل تويتر بالله نشوف التنقيط صار عليه. هل تؤيد مقولة نتعود على كل شيء بس ما ننسى؟ صح تتعود بس ما راح تنسى. كل نسيان ذا صعب. والله يا جماعة خير أقول لكم شيء. مرات يا أخي من 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 خوفك على بعض المواقف القديمة تقول يا رب ما يرجع لي. تقول يا رب ما يرجع لي هالموقف عشان عشان ما يبقى عالق معي. أقسم بالله والله أني صادق يا جماعة خير. بعض المواقف يا أخي ودك ما غيرت تبت الحاش تبت الحاش عنها تبت الحاش. صح ان بعض المواقف بعد مرور فترة من الزمن تحس انها صار الوضع عندك ركود عادي جدا ما هي بصعبة مثل قبل ما هي بصعبة مثل قبل فانت خاف انها ترجع لك. هذه بحد ذاتها صعبة جدا. تجربة شعرت فيها بالخوف وانتهت بشيء إيجابي. كل التجارب اللي أخليتها يعني بخوف طلعت كلها إيجابية. أكثر الأشياء يا جماعة الخير ما أخفيك الله يبارك فيك. ترى سبحان الله مرات أنت تخاف من شيء تهابه جدا تقول يا أخي والله أني دخلت فيه في معمعة جديدة وخاف يصير معي كذا وخاف 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 لكن في النهاية لا سبحان الله يا جماعة الخير يعتبر الخوف هذا سبب لك في أمور كثيرة. أبي حل لي شخصيا لأني تعبت الصراحة من الحوات يلي صايب صرت بكل المجلس بدي أتكلم وبدي رأيي ما أقدر. الثقة صفر
شوف الثقة يا جماعة الخير أنت تقويها. شلون تقويها؟ يعني مثلا الأشخاص اللي أنا جالس معهم هل هم متقبليني ولا لا؟ مجلس ما يتقبلني ولا ما يقدرني؟ ما لي فيه جلوس أبدا. شخص ما يقدرني، شخص ما يحترمني، شخص ما يحبني، أنا ما مو بواجب إني أخاوي، مو بواجب إني أمشي معه، مو بواجب إني أطرد وراه. المجلس اللي ما يعجبكم شو خله، مهما كان الشخص، مهما كان الإنسان اللي قدامك تجسمع تسحب، الله يقلع خليه يذرف. بيجي من يقدر سالفتك ويقدر موقفك ويقدر وجودك. والله العظيم يا جماعة الخير، والإنسان مهما كان موجود مو بلازم إنه شفشف. أنا عارف ناس لجل مجلس ساكت ساكت، بس الكلمة اللي تطلع منهم حسوبة. أنا مو بلازم إني إذا جلست لازم أشارك الموجودين، مو واجب. ترى هو تعود على طبع الإنسان، هي تعود على طبع الإنسان. مرات في إنسان هادي صامت طيب نقي، بس ودك يسولف ما يقدر يسولف، مو هو بعدم ثقة، لا خلاص أنا إنسان هذا طبيعي. وفي شخص لا، الفرفوش اللي يضحك ويطقطق ويستهبل ويتونس وعادي. وفي شخص من هو اللي هو الغثيث اللي في كل سالفة يعرفها وكل سالفة يفهمها وكل سالفة بس إن يحبونه، فهمتوا؟ يعني غثيث بس ينحب، يعني شوي ينحب. ليش؟ لأنه يطقطقون عليه، فهمتني؟ يطقطقون عليه، يعني هو غثيث بس يحبون يطقطقون عليه، يعني لا جاب سالفة ولا شيء يدورون عليه ولا الأشياء هذه. أشخاص واجد، بس في النهاية وإذا ما ينحب، إذا ما ينحب خلاص أنا لله يراجعه. والله عبد الله ضحك لأنه عارف الأمور كلها. والله في ناس إنهم غثيثين، والله في ناس، شوف أقول لكم حاجة، في ناس، في يعني شوف في نوعين، في نوع غثيث وكذاب وطيب ورجال ويرحب، وفي شخص كذاب ورجال بس ما يرحب، فهمت؟ في النهاية أنا وقبولي لك، أنا ومحبتي لك، قدرتك عادي يا أخي، أذريبك هذه كله وما عندي مشكلة تقبلها، أنا أقدرك، أنا أحبك جدا، فهمت الفكرة؟ هذا الموضوع. بندر الله عندي حبيبي، بس أني في سهل وكيف القبول شيء أساسي. والله القبول يا الربع له دور جدا. فأنا أقول لكم وأنا أخوك، ما أنت مجبور أنهم يقطعون سالفتس ولا هذا، عادي. الإنسان يثبت وجوده في المكان اللي هو فيه، أنت قبلني مرحبا ومسهلا. والثقة ترى ما هي، الثقة ما هي، يعني أنا بقول لكم حاجة ممكن على شيء يمكن يفهمته، الثقة ترى من الصغر، إذا سحبت من يوم أنك صغير تبقى الفوبيا هذه معك دائما، بس إذا أعطيت لك وأنت صغير زين، اللهم لك الحمد، أحمد الله وشكرا. بس أنا ما أقول لك إنها ما تتعدل مع الأيام، لا تتعدل، لا تتعدل، بس هي سبحان الله يعني ألقاها في ناس واجد، ألقاها في ناس واجد، حتى لو جاي يسولف يناظر يمين يسار يشوف هل سالفته ضعيفة ولا شيء، هل مثلا بيكون في رد فعل، هل سالفته اللي جاي يتكلف مثلا يكون صوته قصير، لا ما أتكلم، خصوصا عندك يعني لازم، لأن يكسحونه ويصغير، يكسحونه صغير. إيش معنى يكسحونه؟ يزبدون له، يعني إذا قال سالفة كرشوه علق، لا ما علق. فدور لها الواجب يا جماعة الخير عمري أنا صغير. شوف أنا أخفيكم، التزبيد واجب
ولكن الثقة بعد تعطى من يوم أن الشخص صغير، إذا هو بنت ولا ولد، أنها تعطيه عمر أكبر من عمره بعشر سنوات. بس إذا سوى خطأ ولا قام يتدلع ولا قام يسوي حركته أزبد له، بس ما تزبد لي في سالفة قالها له أو توجع في السالفة هذه. عزوز بسم الله عليه، والله عزوز لا قال سالفة عزيز له، بس إذا سوى خطأ أفرم كفر أثبت لك خلاص الحين ما عاد عليه، ما عاد عليه. الفيران، قلت له اليوم الفيران، قلت له اشوفها عندي في البيت، يلا قلحها 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 قلحها. ايش معناته قلحها؟ طبعا يا جماعه الخير، عبد الله متعب استثنائي صراحه للامانه. عبد الله متعب يعني ما اخفيكم عبد الله متعب صديق وغالي جدا، يقول امدحني انت بلا تسبني تكفى. شفت يا جماعة الخير، والله هل تموت ما مدحتك. انقلع دقيقة بالله، معليش يا جماعة الخير، بس تعرفون طيب مبدأ ماشي عليه بحياتك، فيه مبدأ اللي هو تقديرك لذاتك وتقديرك لما تقدم لنفسك وثقتك في نفسك. شلون تقديرك لذاتك؟ مرات يمكنني أنا تقول أنت إنسان بس تزبد نفسك ومن الأشياء هذه، لا أنا ممكن يطلع كلمة مني، ولكن أنا ضد إني أمدح نفسي واجد، ضد إني فهمت علي، ولكن داخليا قسم بالله إني راضي عن نفسي أشد الرضا، أشد الرضا بشكل ما تتوقعونه، واثق بنفسي ثقة بشكل ما تتوقعونه. فدائما إذا الواحد طلع مثلا يا أخي، مرات أنا ما أقدر أقول لك يا أخي إذا أنا سولفت مثلا في سالفة لوش مثلا وش عند أحمد، يا أبو حادي يقول لك وش عند أحمد، وش عند أحمد، إيه وش عند أحمد، ما عندش. ولكن داخليا غير أمكن أكثر إنسان عادي يزبد النفس ويطقطق على نفسه عادي، بس أنا داخليا لا أقسم بالله يا جماعة الخير أقول صادق، اللهم لك الحمد. شوف هذه حاجة أعيدها وكررها مرة ثانية، خل لك إنسان واضح ولا تطرد فلان وعلان. يعني مثلا مرات أشوف لي أشياء يا جماعة الخير، والله العظيم إني يعني يكسر خاطري الشخص نفسه، من يركض ويطرد أشخاصه شيء واحد وشيء يبيه، قدر نفسك، ما أنت في حاجة فلان ولا علان، قدر نفسك يا أخي، حط نفسك مكانه. والله أني صادق، عز نفسك يا مال العافية.
والله قسم بالله من عز نفسه وجده، قسم بالله يا جماعة أخي ما يحتاج. أصلا منظر الشخص نفسه يصير بايخ باهت. تخيل مكتوب تخيل بس الحق واحد ما يبيني، انت ممكن تقوله، فهمت علي؟ ولكن في ناس ما تعرف هالشيء ذا. شوف في ناس وفي ناس منافقة، في ناس منافقة جدا، يعني يبين للشخص مثلا انه انهيبيه ولا انه يعني هو ما بينهم علاقة مثلا، فهمت علي؟ ولكن يسوي حركة يشوف ان يبين للناس ان هذا الشخص تبع، ممكن الناس يطيحون في الكمين ذا، في ناس واجد يطيحون في الكمين ذا. طيب خلنا بسألكم سؤال جد، يعني من الشخص اللي مثلا يعني يشوف له رؤية في المنام وتصير بعد فترة هالرؤية هذه صحيح؟ هذا واحد جلست أنا وياه ويعلمنا، يقول هذه كانت تجيني باستمرار، بس إيش كنت أسوي؟ يقول كنت قبل أنام أصلي لي ركعة وأدعو أقول يا رب الحاجة الفلانية إذا هي مثلا بتصير لي أو هي خير لي أو شر لي أنها تطلع لي في المنام. يقول سبحان الله تجي وتطلع لي في المنام صحيح. مرة طلعت لي إن فلان بينسجن وفلان بيطلع وفلان وصارت لي. يقول بس مرة من المرات يقول هذا الموقف المستحيل ينساه، قسم بالله يا جماعة الخير. يقول يعني جيت وخطبت، يقول وانا انسان ابي اشوف الشوف الشرعي، يعني انسان ودي بالشوف الشرعي. يقول مستحيل اني اكلم ابوها وخايف لان الحياه يا اخي الحياه. يقول المهم وجه عند ابوي والابوي قال يا رجال بس افلح كل ابونا خذنا قشط وربح وانتهى الموضوع توكل بس. يقول الله أنا متوتر. يقول المهم يقول في ذيك الليلة يقول وبكرة وبعد بكرة بيجينا رد خبر. المهم يقول أنا أصلي لي ركعة وأدعو قلت يلا يا رب إذا الشخص اللي هو يعني اللي باخذ مثلا بدل ما تهيئت الشوف الشرعية أن يطلع لي في المنام. يقول المهم يقول أرقد، يقول يوم وأنا في المنام يقول يوم طلع لي شكل حرمة واضح جدا وقوم من النوم وأنا مرتاح. يقول مرتاح. يقول يوم جينا المغرب يقول الاتصال يجي له الرجال هنا نجيته بناسبة مساك الله يا رب الخير يا فلان ومن الأمور ذي، والله يا ما حصل نصيبي
والله يكتب اللي فيه خير. أبد قال أبد أبد، الأمور كلها بسيطة، هنا ما صار شيء. يقول المهم وتمر الأيام وتمر سنة وأنا تزوج. يقول يوم تزوجت لهي اللي طلعت لي بالحلم حرمته، يحلف بالله يحلف بالله زين النجاسمة. يقول ما نسيت الملامح اللي في الحلم، يقول سبحان الله طلعت لي. يقول ولا هي يعني المرة الأولى ولا الثانية ولا ثانية. بس يقول كذا ما علمت بالعلوم إني يعني على المواقف اللي تصير معي في الرؤى وزي كذا. يقول انقطعت، ما عاد تجيني. يقول خلاص الحين. بس يقول من أول يقول والله العظيم يا جماعة الخير أبغى شيء ولا شيء، صليت ودعيت يا رب ولا شيء. والله علمني سوالف واجد، أنا ذهل جدا أقسم بالله يا رب عني. في ناس ترى تصير معهم الأشياء هذه، والله تصير معهم الأشياء هذه، أقسم بالله أني صادق يا خالد. أذكر مرة صارت لي مرتين زمان، بس كل أشياء تافهة زمان قديم قبل يقطعونه، قبل تصير الضبان ممنوع. حلمت أن طالعين وقنصينا 6 ضبان 7 ضبان، وقمت من النوم أخذت شوي فالظهر كي قال عيال يلا مشينا، وقال أصلا وطرحنا 6 ضبان. أقسم بالله العظيم إني صادق، من أقول مني شخصي. والثاني وشي ترى تصير سبحان الله، والله تافه، حلم تافه، فهمت علي؟ بس والله العظيم إنه الأحلام شي تشوف النس. حديث النفس يا أحمد. اقطعوا خس أنت، اقطعوا خس عبد الله. أدري إنك بترد حق الواتساب، أنا داري، بس تبطي عظم رفيجي يعرفك. بس فيها أشياء سبحان الله تصير، إني إذا قلت مثلاً الحاجة هذه بإذن الله إن شاء الله بإذن الله أنها بتصير، سبحان الله تصير. يعني من يذكر موقف المقطع اللي قبل الله، قديم وأنا قاعد أصور رايح المعرض العطور وأصور، وعبود يقول أحمد شف لما أقول لكم معانا إن شاء الله بإذن الله أنا أول المشاهير أصدقائي يكون فيه بوث هناك موجود. وعبد الله يقول والله تشوف بإذن الله. مرت 3 سنوات وحنا قاعدين نقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، قبل تعرفونا وقبل سنة سبحان الله صارت كلها بس كلام، فهمتوا علي؟ شي